يا مرحب بوش الخير. شيل اللي على خشمه هدي خلينا اسمع حسها. بتحاوز مني ايه؟ ما تخافيش يا حلوة، ده انت الرزق اللي باقي. بيجي بتلعبي علي انا؟ حرام عليك، انا ماليش ذنب في كل اللي بيحصل ده. لا ليك وذنبك كبير قوي، بس حسابك لسه بعدين لساني عايزك. عاوزني انا في ايه؟ حبيب القلب اللي سلمك ليا كان عامل لي فخ، ما يعرفش ان ربيع الضوء كيف هوا ربنا، ما تعرفش تمسكه، بس تحس بريحه وهي بتسورك وتلبت جدتك. خدها من وش دلوك. ما تسيبني في حالي بقى، انا ما عملتش حاجه. فين ولدي؟ ولدك ايه؟ فين اللي راح يجيبه؟ كانت مهمة تجيب لك البت مطرح ما قلت. اخرس انت دلوك. الو، بتقول ايه؟ يعني الواد معاك دلوك؟ طب خلي بالك منه، انا اقول لك تجيبه لي فين؟ مع السلامة. كنت هتقضي روحكم في داهية يا غور من وشي. الحمد لله انك اطمنت عليه. زين قوي انك عرفت توصل لوحدك. انا عندي اوامر باللي مشغلني ينفذ كل طلباتك. ربنا يخلينا اللي مشغلينك، بس الوضع دلوقتي بقى صعب قوي، وانا لازمني الورق بدري. وانا جايه لك عشان كده. كيف يعني؟ ربيع بيه، انت ما ينفعش تسافر بالطياره نهائي، البوليس بيدور عليك في كل حته. ما انا لو فضلت هنا برضك هيلاقوني. السفر بالبحر اسهل كتير. ما هو برضك محتاج باسبور وتاشيره. لا لا لا، ما حدش هيشوفك اصلا. ليه هلبس طاقيه تخفى عاد؟ انا هجهز لك الباسبور وفي التاشيره والاقامه، وعلى المركب هتلاقي اللي مستنيك، هيخبيك ويامنك لحد ما توصل، وهيخرجك من المينا كمان. زين جو الحديد دي. طب وديك صدي؟ سكوتك، وما يبقاش في اي ديون ليك هنا. اعتبرني خلصت من دلوك وانا جاهز. تمام، استنى مني تليفون هجيب لك كل ورق واقول لك على ميعاد سفرك. وانا مستنيك. يا ريت بقى ما تنساش عمولتي كمان. ده انا عنايه ليكي، اجهز انت وانا جاهز. اتفقنا. في حفظ الله. خلي بالك على روحك.